كنسكن في المنطقه ديال مرشد، حط الطوموبيل قدام الباب، تجي واحد شي 200 واحد قريبه بالسيوفه وبالعصي ومسائل كيخربوا، ضربوا لي البربيز ديال الطوموبيل ديالي. المهم طلعت انا للدائره ديال الامن ديال مولاي رشيد، داروا الاجراءات، غادي نشدوا شي خمسه منهم بالسيوفه، يعني ما عرفتش خمسه السيوفه عندهم. المهم هذوك الناس ملتمين ما كنعرفهمش منين جايين. المهم جاو دخلوا من اتجاه ديال التشارك وخرجوا من اتجاه ديال المجموعه اربعه، وراه التخريب وهادشي كنتمناو. المهم كنشكر الدائره ديال الامن ديال مولاي رشيد، راه داروا الاجراءات ديالهم، وكنتمنى من الحكومه دير شي عقوبه قاسيه لهاد الناس اللي كيهزوا السيوفه باش حاول الشعب شويه، راه الناس كلها تولي كتخاف. وشكرا، هذا هو الميساج ديالي خويا. انا بعد اول مره جا لي وقال جيت هنا بقى لي المشكل، انا راه تهرس لي تهرس لي بابريز الاول والبابريز الثاني وباقي جديد البابريز، هو باصق لي التيكيت ديالو، ولكن ممكن نشوفو هو ها هو مرسو في التيكيت ديالو تقلصتو، عاوتاني تهرس لي بابريز اخرى، هذا هو الثاني. هادشي اللي كان كنقول لكم اخويا، شكرا.